تري فيرود يعني ما فيرود، والكره اللي جات له دماغه دي انا تخيلت بعد ما شيل زيزو شالها كده جول. الكره دي ما ينفعش غير انها تخش جول. طبعا في توفيق، انا بتكلم في توفيق كبير جدا. صحيح. يعني ده اول كلين شيت لاحمد عادل عبد المنعم، يعني برضو ايه خد ده نوع من انواع التوفيق. فانا بتكلم ان حتى السيطره اللي انت دلوقتي عندك عدد كبير جدا من النوعيه اللي تقدر تخلي عندك سيطره في المباراه، محتاجه لحد يترجم هذه السيطره. لازم انت يبقى عندك حد بيترجم لقدام، بالاضافه لان انت بعض الاشياء الدفاعيه لازم تاخد بالك منها، منها وقفه المدافعين في لحظه الهجوم. لازم الحاجه الثانيه كمان مهمه قوي، زي ما قلت لك انا دونجا ده لما الكره تجيله حماده هو اللي بيبدا الهجمه. ما ينفعش تبقى لوحدك وتروح لاعب الكره، ففي عوامل كتير جدا. بص الراجل واضح ان هو ما بيعتمدش على الاجناب، الراجل المدرب ده واضح ان هو بيلعب عايز اختراقات من النص، يدي دليل ان الاجناب بتوعه مش ايه، مش حاططهم في اعتباره قوي، واخد بالك؟ ده برضو شيء باين من الاول. تمام. عبد الله السعيد طبعا عشان ما نقعدش نقول عبد الله، يعني عبد الله طبعا احنا معرفينه قبل ما يجي نادي الزمالك، النهارده بدايته جيده، بس النهارده مثلا لما جه كره ثابته في الاخر توقعنا كلنا ان عبد الله السعيد يلعبها. صح، لقينا زيزو اللي مسكها وراح رافعها. عبد الله لازم برضو احنا من الحاجات اللي احنا جايبينه غير الكوره كمان المواقف الثابته، لان هو ممكن يكون في بعض الاماكن مؤثر جدا فيها في المناطق الثابته.